هذه هي الأشكال والتصاميم الجديدة للأوراق النقدية التي أصدرها بنك الجزائر من فئة 500 دينار و1000 دينار والقطعة النقدية 100 دينار التي استمدت تصاميمها من التكنولوجيات الحديثة ومسجد الجزائر الأعظم وإلغاء رسوم الحيوانات التي كانت في الأوراق السابقة، حيث سيتم توزيعها في السوق البنكية خلال منتصف الشهر الحالي حسب ما كشفه مسؤولو بنك الجزائر خلال ندوة صحفية. قلت ان عمليه الطبع عمليه طويله ماهيش قصيره، دونك لهذا اخترنا 15 يوم حتى نوصل العمله الجديده الى اقصى نقطه في معناها راهي جاهزه. الأوراق النقدية الجديدة ستمشي جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية القديمة من هذه الفئات ولن يتم سحبها مطلقا، وهي مصنوعة بمعايير أمنية عالية لحمايتها من التزوير. لا يتم سحب القطع القديمة، لا يتم سحبها، أعود نأكد، تقعد متداولة مع القطع الجديدة، يتم سحبها إلا إذا حدث عليها تشوه، معنى اللي ديفيني ميتيلي اون لا ريتير دو لا سيركيلاسيون، دونك مي لا يتم سحب. لوسكو فو فيت بوجي كوم سا فو افي ان ديناميزم اون ايماج ديناميك كي بوج، فو افي دي سيركل كي بوج سو كي افي با افون، دونك سا بيرمي اي لا فاس كي بروتيجي افيك لولوغرام اي تو اي لو دو كي بروتيجي اوسي بار ان نوفو فيل دو سيكوريتي ان نوفو ايليمون. بنك الجزائر نفى أي علاقة بين الأوراق الجديدة وسياسة طبع النقود. لا لا، هذا باب واحد آخر، هذا باب واحد آخر، هذا باب واحد آخر، هذا باب واحد آخر، والتموين غير التقليدي برنامج واحد آخر، ويعني مسألة واحدة أخرى. وقام بنك الجزائر منذ حوالي 5 سنوات بعملية سحب للأوراق النقدية من فئة 200 دينار التي صدرت في ثمانينات القرن الماضي، غير أن هذه العملية الجديدة تعتبر تحديثا جذريا للنقود.